الا بغينا دائما اللي تيجيو في الاخر المداخله كنطلبوا منهم انه يكونوا رحيمين بكم صافي. دونك هذا الشيء كاع اللي قالوا هاد الاخوان حنا كنتبناوه متفقين. فاذا المعطيات الوارده في التقرير راكم شفتوا البيان ديال النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه كان مفصلا دقيقا في مجموعه من المحاور التي تفنيد ان يكون هذا التقرير مهنيا ان يكون احترافيا. وللاسف الشديد ان مثل هذه المنظمات اللي من المفروض احنا ما عندناش عقده في النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه ان تكون هناك تقارير، لكن نعتبر بان الوصايه مرفوضه بالمطلق لان البلد مستقل له سياده له قواعد بطبيعه الحال وقوانين تؤطره، ولن يسمح اي مغربي بان تمارس عليه اي وصايه. صحيح في المجال ديال حريه التعبير هناك يعني عبور الاراء، هناك عبور المواقف، هناك مجموعه من المنظمات التي تمارس هذه الميزه التي في بعض الاحيان قد تتحول الى نوع من الادوات التي سبق للاساتذه ان فككوا في كثير من معطياتها. عملية التفكيك طويلة جدا، ولكن ما يهمني أنا بالنسبة لإعلامي ونقابي هو أن ما ورد في هذا التقرير في جوج الحوايج اللي أثرتنا حنا بالأساس. الحاجة الأولى أنهم يستعديوا أو يتعداوا على منابر إعلامية مغربية ولن نسمح به بالمطلق، وهذا تمييز تاكتيكي فقط للدخول للجسم الاعلامي لانهم يعتبرون بانهم من الناحيه المبدئيه منظمه مثل هيومن رايتس ووتش ما خصهاش تهجم بالصحافه كتفهمها، ولكن يمكن تلقى واحد التسلل لداخل هذا الجسم من خلال التمييز وادعاء ان مجموعه يعني مجموعه المنابر الاعلاميه كتوضعها في واحد الخانه. يمكن ما يكونوش حنا متفقين مع هذه المنابر الاعلاميه، ولكن لن نسمح لاي احد ان يدخل بيننا لكي يصفها بما يريد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أننا نقابة حاضرة بقوة في كل ما يتعلق بقضايا حرية التعبير. نرصد في كل سنة كل صغيرة وكبيرة، حتى اللي كيحدث في الأقاليم البعيدة عندنا فيها فروع النقابة، كنجيبوها في التقرير في نهاية السنة إن كان الأمر يتعلق حتى بعراق بين مقدم وصحافي. ما كنزقلو حتى حاجة، تنقولوها لهم بوجه مكشوف. في نفس الوقت في هذه التقارير ما عمرنا ما كنا رحيمين بالسلطة، ما عمرنا كنا كنهادنوا أي محاولة للمس بحرية التعبير. كما كنقولها دائما أنا، حنا كنتعاركوا في بلادنا الداخل، وهاد العتبات اللي بنيناها في هاد البلاد ما سهلاش. ومنين كانوا الناس يهضروا على أن أسماء الثورات ديال الربيع العربي قلنا لهم حنا راه هضرناها أربعة د المرات بلا ما تصدعوا راسكم تبقاو تسناو شي حاجة في هاد البلاد. النقطة الثالثة هو أن هذا الموضوع اللي أثره الإخوان واللي جابوا مجموعة المعطيات كثيرة فيه في المضامين ديالو، لأنه كما قال الأستاذ السحيمي جابوا واحد ستوك وبلاصاوه وبغاو يبنيو عليه مواقف تتكرر. ونعتقد بكل قوة في التحليل ديالنا في النقابة أن هاد هيومن رايتس ووتش عندها نزاع مع الدولة المغربية مفضوح تخرج له مباشرة، وكاين أدوات ديال الصراع في هذا المجال. لكن أن يتم استغلال قضايا حرية التعبير، قضايا ترتبط بمتابعات كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حاضرة فيها منذ اللحظة الأولى. أنتم كتعرفوا هذا الشيء لأنه في القضية ديال الزميل توفيق وعشرين اللي كان قدام الأمن الوطني الولاية راه كانت القيادة ديال النقابة حتى واحد ما كان. ملي كنا واقفين حنا كنتسناو ونعرفوا دو كوا ساجيتي. بطبيعة الحال النقابة أصدرت ما يزيد على 20 بلاغ في هذه القضايا، وكلها بمثابة متابعة تهدف أولا إلى الحفاظ على حقوق الأطراف، لأن الأمر يتعلق بناس مغاربة خاص من بيناتهم. ولكن في نفس الوقت كنا نشدد على المحاكمة العادلة، وقمنا بانتداب محامين للمتابعة الملاحظة. هذه القضايا كبلات وانتهت، وهذا بلاد عنده قواعد ينضبط لها الجميع وانتهت.
استرجاعها في هذه السنة كيأكد الملاحظات اللي قدمناها في التقرير، وهو أن هذا التقرير بمثابة تكرار كل ما فيه هو أنه أسباب النزول أصبحت مفضوحة. كيجيبوه في واحد التوقيت راه ديجا الأستاذ السحيمي والزميل نعيم وضحوها بشكل دقيق، المضامين كلها فيها تكرار ما فيهاش حتى تحيين، لأنه من المفروض ملي كتجي هذه السنة خصك دير واحد النوع التحيين، وفي أي تقرير من التقارير كتجيب تحيين هو الأول اللي كيعطي لا فيغاسيتي ديال هذاك الشيء اللي كتصاوب. التقرير اعتمد لغة واحدة، عينة واحدة، وكان يتجه مباشرة لخلاصات نعرفها جيدا. وهنا غنجي هاد لونجل داتاك اللي درناه واللي ذكرتني بهاد المساحات اللي خليناها خاوية، وفي نفس الوقت غنجاوب على جزء من الأسئلة اللي طرحها نعيم في قراءته كيف يمكن أن نستهدف بطبيعة الحال ويمكن أن يحولوننا إلى موفرين. في مارس، في منتصف مارس، النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقينا واحد الفوروم غيدار في تونس، فوروم كبير فيه واحد العدد كبير من الدول وفيه نقابات متعددة من مختلف المشاريع، وخطبنا من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين حول ماذا يجري، واش انتم عندكم شي اخبار على هذا الشيء ولا هذا. ما كان عندنا يعني ما كانت عندنا حتى معطيات باستثناء اعلان صغير تيتحدث على هذا الفورم، وكان اجتماع ديال المكتب التنفيذي وقررنا اننا نمشيو لهاد تونس نشوفوا شنو وقع. مشينا بنفقاتنا الخاصه بدون استدعاء، كتسجل نفسك في هذاك الفورم وتتمشي، ما كاينش شي جهه اللي ملي وصلنا تما كنلقاو اولا الحاله الاولى اللي انتبهنا لها هو الحضور المغربي القوي، عدد كبير من الجمعيات اللي ما عمري عرفتها انا، وكاين اللي كنعرفوهم كاين الصحفيين اللي تنعرفوهم، فيمكن النقابه كانت اضعف مشارك يمكن في هذاك، ولكن اللي دانا حنا تما هو انه وسط الموضوعات اللي مطروحه في هذاك هذا كاين واحد النوع ديال الفوكاليزاسيون على ثلاثه البلدان اللي هي المغرب واليمن وتونس بنفسها. وللاسف هذيك تونس منين وصلنا في الافتتاح ما لقيناش الدوله، الافتتاح دايره واحد الجمعيه بتنسيق مع الاتحاد الاوروبي ولا وجود الممثل ديال الدوله التونسيه. كان النقابه التونسيه انتزعت واحد الـ واحد الـ واحد الـ من بعد معركة انتزعت باش تكون مسير، لكن ماشي هذا هو المهم. جوج الحوايج اللي انتبهنا لها تما، وان هذا الشيء هاد الطراز اللي شفتو في هذا التقرير سمعناه تما، هذا الشيء اللي سمعتوه بلغته وباسلوبه سمعناه. وفي المنصه في اللحظه اللي كانوا كيتذكروا على المغرب كاينه صف واحد، غنقولهم لكم، كاين بوبكر الجامعي، كاين واحد نسيت عليه شي واحد هنا كيدير شي تحقيق ما عمري عرفته انا في الرباط، وهجر ريسوني. اما هذيك اللي كانت كتقدم فمن ديبار كان العداء مطلق للمغرب بلغتين، يعني ما يمكنش تصور على البال. لكن ما لاحظناه ما كاينش ريبليك، هذاك الوفد اللي مشى كبير كامل وتذكرات اشياء تستدعي من كل مغربي انه ومنين طلبنا الكلمة كان هناك سيناريو مصاوب باش ما ناخذوش الكلمة نهائي. يجب أن يمر بلغته التي وضبت وباستنتاجاته التي سينتهي إليها، وهي الواردة في هذا التقرير وفي جزء كبير منه. معنى هذا أن هذا الستوك اللي تذكر عليه راه كان كيتصاوب بزاف ديال البلايص، وكان كيتصاوب بتقنيات اللي كتجعل ليكول اللي كيكون هنا في المغرب كنصنعوه من الداخل. وهنا مربط الفرس، وانا تنقول باننا كنا صريحين في واحد التقرير ديال هيومن رايتس ووتش نفسه، كنا يعني في العهد ديال وزير الاتصال السابق السي العرج، جا في الليله ديالو فاش تلاقينا فيه فاش تحيي فاش ديزي، وتسال نفس السؤال. نحن في النقابه نقول بان جزءا من الاعطاب توجد في تدبيرنا لهادشي، ما تنعرفوش نملاو الساحه وما تنعرفوش نخاطبوا الصحفيين، وكنوليو عرضه لابتزاز اقليه. لهذا اقول بان هذه الملاحظات باش نخدم هذا لونجل داتاك اللي بدا بها نعيم، ولاقول بانه هذا التقرير
في بعض الأحيان كطرح على نفسك واش بالضرورة ترد عليه، واش بالضرورة. لكن أعتقد أننا من نفس الموقف اللي قالوا الأستاذ السحيمي، وأنا ما نخليوش البلاصة، ما نخليوش نهائيا من هنا لقدام، ما نخليوش حتى شي بلاصة كرسي فارغ. يجب أن نكون حاضرين على الأقل. راه في تونس ما عطاوناش الكلمة، ولكن الرأي العام اللي كان حاضر كامل كيقول سؤال واحد، علاش ما بغاوش يعطيوهم الكلمة؟ إليا كيلك شوز ونتفوضى وتقلب داك الشيء. فإذا هذا الشيء اللي قالت الأستاذة قلاع فيما يتعلق بالضحايا، بالنقابة كانت واضحة وصريحة في المتابعة ديالهم من البداية إلى النهاية. نقول في هذا التقرير هناك رأي واحد، هناك اتجاه واحد، لا وجود لأي مهنية، لا وجود لأي نوع من الرصد الدقيق لاستنتاج الأحكام. فيما يتعلق بالتوصيات، يمكن نقول بأن هذه التوصيات عبارة على وقاحة تحتاج من المغاربة أن يفهموا جيدا على أن هذا النوع من 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 نوع من المرافعات خصو يبدا كيكبر داخل التراب، داخل الوطن، باش نهيئوا مرافعات يمكن نمشيو بها الأماكن اللي كيتصنعوا فيها هاد التقارير وكيتصنعوا فيها هاد الأراء. شكرا.